السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس قناه. هنكمل في دروس التبوغرافي وهنصمم شعار النهارده جميل جدا وسهل وبسيط جدا جدا جدا. هنتعلم في الدرس ده ازاي نوزن الكلمه ونطلعها مظبوطه، ما نطلعهاش مايله او شكلها مشوه. وهنتعلم عده خطوات جديده في الخط العربي او في التبوغرافي بشكل عام. قبل ما نبدأ الدرس، دعمكم للقناة مهم جدا جدا جدا، وبشكر كل الناس اللي دعمتني وعلقت على الفيديوهات اللي فاتت. بالفعل بسبب دعمكم القناة نشطت شوية وبدأت تتحرك معنا. طبعا في عندي أكتر من 400 درس في القناة، معظمها مخصص في فن التيبوغرافي. تقدر تشوف الدروس اللي قبل كده وتشوف الفيديوهات ديت، هتفيدكم أكتر وأكتر في الشغل بتاعكم. نبدأ درس النهاردة. درس النهاردة معانا كلمة الأقصى. ده شعار مطلوب مني، فهعرف ازاي ان انا اصمم الشعار ده بالخط العربي. الكلمة عندي مطلوبة بالشكل ده. طبعا في همزة هنا على الالف نحطها. انا هختار الفونت ده لاني برتاح جدا في تصميم الفونت ده في الخط العربي. هختار الفونت ده وهركنه على جنب كده. عايز اعمل حرف الالف واللام. هبدأ ارسم الحرف الالف واللام. فانا هجيب اللاين وهرسم لاين، هضغط شيفت هرسم لاين بالشكل ده كده، وهنديله قيمة في الاستروك وهنديله البروفايل ده، واروح على قائمة افكت وهنختار ديستورت اند ترانسفورم، هنختار تويست. هنضغط هنا على بريفيو. ظهر عندي طبعا القيمة، اما هي بتكون صفر يا اما اخلي القيمة موجب فبيبقى الترانسفورم من جهة الشمال، او نخلي القيمة بالسالب فبكون الترانسفورم من جهة اليمين بالشكل ده كده. نقدر نزود بقى الدوران او نقلل زي حسب راحتك. بعد كده هروح على قائمة اوبجكت ونختار اكسباند. وطبعا لو في اي اشكال نقط متعرجة كده فانا بختار اداة السموز وببدأ ان انا اظبط الشكل ده كده. هاخد تلات اشكال او تلات نسخ، هضغط على Alt، ادي نسخة اتنين تلاتة. خدت انا تلات نسخ بالشكل ده. طبعا الدوران عندي مش اللي هو مش مناسب قوي، فانا بحذف النسخ دي واجيب النسخه دي واجيب اداه الوورد، وهعمل نقطه هنا ونقطه هنا، وطبعا في نقطه اوتوماتيك معموله في المنتصف. ممكن اسحب، هروح اعمل نقطه هنا كده واسحب بالشكل ده، واعمل نقطه هنا واسحب بالشكل ده كده. بعمل الشكل اللي انتم شايفينه ده. بعد كده بجيب اداه السموز وابدا ان انا انعم الحرف. هاخد منه بقى ثلاث نسخ، ادي نسخه اثنين ثلاثه. النسختين الاثنين دول هخليهم قريبين من بعض كده بالشكل ده. هروح اجيب اداه الوورب واخلي النسختين دول بالشكل ده كده، لان دول الالف لام بتاعه كلمه الاقصى. والنسخه ديت هخليها اكبر شويه بالشكل ده كده. طبعا في عندي تشوه هنا، بحاول ان انا اظبطه بالسموز. هنعمل روتيشن للشكل كده. نبدا بقى نظبط بعد كده. هنروح جايبين كلمه الاقصى، هنضغط كليك يمين ونختار كريت اوت لاين وبعدين ان جروب. بعد كده هنشيل الجزء ده نركنه على جنب وهنجيب الجزء ده هنا كده. هنكبره شويه بالشكل ده وهنجيب كريديتس كومباند باس، هنجيب النقطتين دول نحذفهم وهنحدد الجزء ده كده ونضغط على الماينس فرونت من الباس فاين. هنحدد الجزء ده كده ونعمل له يونايت. نجيب أداة الوارب ونظبط بقى حرف الألف اللي في الأول، نخليه متماشي مع باقي الحروف بالشكل ده كده.
هجيب الحرفين دول، هحاول ان انا اقرب الحرف ده كده شوية، وهجيب اداة الممحاة واحذف الجزء ده كده، احدد كمان الجزء ده واحذف الجزء ده كده، وهجيب اداة البنتول وارسم بالشكل ده كده، هضغط الت واضغط هنا وارسم بالشكل ده كده. طبعا هجيب اداة السهم الابيض واسحب كده بحيث ان انا ادي عمق في الرسمة، مش اخليها زي ما انتم شايفين كده نقطة صغيرة، واحدد الشكل ده كده. طبعا هنعمل انو جروب عشان افصل الحرف ده، هجيب اداة الممحاة واحذف من هنا كده، واجيب اداة السهم البنتول قصدي، وارسم الجزء ده كده واخليه ستروك، واحدد واكبر وادي اليونيفورم اللي هو ده. طبعا نعمل له روتيشن شوية كده ونكبر، ونضغط كليك يمين ونختار اكسباند، وهنحدد الاثنين دول كده ونعملهم يونايت، وبعدين نجيب هنجيب اداة الوورد، نضغط هنا كده وهنا ونبدأ نظبط في الاجزاء دي كده، وبعدين هنديها كمان نقطة هنا ونقطة هنا، ونظبط في الحرف. بعد كده بقى عايز ان انا اظبط الاجزاء دي، بجيب البين طول واظبط الجزء ده، واجيب كمان البين طول واظبط الجزء ده كده. هنا عندي الاحرف ديت فيها تشوهات بسيطة كده، فاجيب السموز واظبط بالسموز بالشكل ده كده، بحيث ما يكونش فيه تعرجات عندي في الحرف. هنجيب بقى كلمة الاقصى، نجيب اداة الممحاة وهنحذف ده كده، طبعا عايزين نكبر الممحاة، نضغط عليها ونزود السايز بتاعها شوية ونحذف الاجزاء دي. هجيب اداة البنسل وارسم الشكل ده كده، بعد كده هديله ستروك وهديله من الواتس بروفايل لبروفايل ده، وبعد كده هضغط اوبجكت اكسباند، وبعدين احدده مع الاقصى وارسم بالشكل او ادمجه بالشكل ده، وهنيجي هنا هنجيب السموز ونبدا ننعم بالشكل ده كده. هجيب اداة الريكتانجل وارسم مربع، ديت النقط بتاعة حرف القاف، هنجيب الجزء ده والجزء ده ونسحبهم كده، ونجيب النقطة التانية نضغط Alt وناخد منها نسخة، ونحدد الاثنين نظبطهم كده شوية، نصغرهم شوية، طيب انا كده رسمت الشكل العام للتصميم، عايز اوزن التصميم واخليه متناسق معايا بحيث ان انا بقى اعمل اللمسات الاخيره في التصميم. طب هوزن التصميم ازاي؟ قبل ما نوزن التصميم هنجيب الهمزه دي هنضيفها هنا كده. قبل ما هوزن التصميم ازاي واخليه متناسق معايا وشكله جميل احسن، هجيب اداة الاليبس وارسم دايرة، هضغط على شيفت وانا برسم، هيرسم دايرة على قد التصميم بالشكل ده كده، هخليها ستروك وهزود الستروك بتاعها شوية، هنزلها تحت كده. عن طريق الدايرة دي انا شايف التصميم وشايف انه مش متزن معايا، فعن طريق الدايرة دي هبدأ بقى ان انا اعمل اتزان للتصميم. ازاي بقى؟ هجيب اول حاجة الاقصى اعملها كده،
وهجيب اداه الوورد، هلاقي مجموعه نقاط حددت اوتوماتيك، فانا هحدد نقطه هنا، هاجي النقطه دي كده اسحبها، طبعا هحدد نقطه هنا عشان اسحب الصاد معايا، واسحب النقطه دي كده، هديها نقطه هنا عشان اسحب الجزء ده والجزء ده كده، هاجي عايز اسحب الجزء ده كده والجزء ده، ممكن اديها نقطه هنا. النقطه دي لو هتشوه معايا التصميم خلاص بلاش منها، بظبطها انا بعدين، اوقات بتدي نقطه كده فبتشوه معاك التصميم خالص، فبنيجي احنا نظبطها بعدين خالص، زي النقطه دي برضو كده. كده انا عملت كلمه الاقصى ظبطتها، فهجيب اداه السموز وابدا ان انا اظبط التشوهات اللي حصلت مني باستخدام الوورد. في عندي الجزء ده كده بحدده بالسهم الابيض لو هو فيه نقط قليله، واسحبه كده، الجزء ده ممكن اروح احذفه واسحب الهاندل ده كده، واجيب السموز وابدا ان انا اظبط الوضع. هنلاقي في تغير فعلا في الكلمه وفي التوازن بتاعها. بعد كده محتاج ان انا اظبط الاحرف الالف واللام، فهجيب هحددهم كده واجيب اداه البوبوت، هو خد نقطه هنا هديهم نقطه هنا كده واظبطها، ممكن اديهم نقطه واحده هنا كده واظبط الاحرف دي، لو اديته نقطه هنا كمان عشان ادي الاستداره اللي انتم شايفينها دي كده، تمام كده. هاجي بقى ان انا اظبط حرف الالف، هدي له نقطه هنا ونقطه هنا، واظبط الاستداره بتاعته واظبط الدوران بتاعه بالشكل ده كده، ممكن اكون محتاج نقطه هنا، لو لقيت النقطه هتشوه معايا الحرف مش هعملها، وابدا ان انا اظبط بطريقه تانية، لان في اوقات تعمل نقطه كده وتشوه معاك الحرف وتخليك ما تعرفش حتى انك تعدله بعد كده، لا بشيلها وبعدل انا بعد كده بمعرفتي. بعد كده هنجيب اداه السموز، طبعا هم ادوات محدوده اللي انا بستخدمها هي اللي بتفيدني في الشغل ده كله، يعني البوبت وورب والسموز والبن تول، دي الادوات البسيطه اللي انا بستخدمها في التصميم بشكل عام كامل او بشكل عام. هنجيب بعض التشكيلات اللي موجوده في ملف التشكيل بتاعنا بحيث ان احنا نضيفها. نعبي الفراغات، هنضيف دي هنا كده وهنضيف دي هنا، وهنجيب الالف المد نضيفها هنا كده، ممكن نضيف دي هنا، مش عايز ان انا اضيف تشكيلات زيادة عن اللزوم، ممكن اجيب دي نضيفها هنا كده، ممكن اضيف واحدة هنا هشوفها بس الاول اذا هتكون مناسبة معايا ان انا اضيفها او لا، مش محتاج لهنا ولا هنا، هتشوه معايا التصميم على الفاضي. هحدد الدايرة ديت وهروح اجيب اداة المقص، بنجيبها من تحت الممحاة، هنحددها كده ونضغط هنا كده، طبعا لازم احدد الدايرة فقط. هنجيب المقص، هنعمل نقطة هنا كده ونقطة هنا ونقطة هنا وكمان نقطة هنا كده، الجزء ده بنتحدد، هنضغط على ديليت، وعايزين نحذف الجزء ده نحدده كده ونضغط على ديليت مرتين في الكيبورد. هنجيب الجزء ده كده ونزود الاستروك بتاعه شوية ونديله الواتس بروفايل ده، ونجيب الاستروك ده كده نزود الاستروك بتاعه شوية ونجيب الواتس بروفايل ده كده، هنحددهم الاثنين ونضغط اوبجكت ونختار اكسبان. هنعمل تداخل بقى بين الستروك الدايره، نضغط على بي علشان نجيب البن تول، نعمل تداخل هنا كده، طبعا ده نعمل له اكسباند اوبجكت اكسباند ابيرنس علشان نحوله من صيغه الستروك للفيل. نعمل التداخل هنا العكس، دي كمان متحول فيل، اوكي كده تمام. كده احنا انتهينا من التصميم بتاعنا، وزناه وخليناه شكله متناسق، نديله بقى الالوان، هناخد منه نسخة نحطها هنا،
نضغط على كنترول جي علشان نعمل لها تحديد، ونسخة هنا كده وهنصغرها، ونسخة هنا كده وهنصغرها او نخليها صغيرة. وهنروح على الماي كولر، هنجيب الالوان اللي هنستخدمها. طبعا هنجيب اللون الخلفية دي نسحبها كده، كليك يمين الرينس انتو باك، هنفتح طبقة اللير وهنروح عليها كده. طبعا قبل ما نقفلها نظبطها كده في المنتصف، بعد نقفلها ونحدد الجزء ده ونديله اللون الذهبي، وبأداة الجريدينت نسحب الذهبي كده شوية. نيجي بقى للون ده، هنرسم له مربع بالشكل ده كده، وكليك يمين الرينس انتو باك، وهنضغط على اي ونديله اللون ده ونقفله. وبعدين هنجيب الكلمة ونديها اللون الأبيض، وهنخلي الكلمة دي باللون الأسود بالشكل ده كده. ببساطة كده قدرنا نصمم التصميم الجميل اللي انتم شايفينه ده باستخدام خطوات بسيطة كده وشوية أدوات بسيطة، قدرنا نطلع بالشكل اللي انتم شايفينه ده، تصميم جميل جدا ومنسقناه، وقدرنا نوزن التصميم ونخليه متناسق على الشكل الدائري او الشكل الجميل بتاعنا. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الدرس ده وطلعتوا معلومات جديده تقدروا تستخدموها في شغلكم في تصميمكم الفترات اللي جايه. دعمكم للقناه مهم جدا جدا جدا، ولو في اي سؤال او اي استفسارات تقدروا تصبوها في كومنت اسفل الفيديو، او تواصلونا على وسائل التواصل اللي موجوده في ديسكريبشن الفيديو. اتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.